للمزيد ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا سلامة عطا الله. سلامة، ما الذي بتسعى الأطراف الأوروبية لتحقيقه فعلا من خلال هذا التفعيل لآلية فض النزاع في الاتفاق النووي مع طهران؟ تسعى لإلزام إيران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وتحديدا فيما يخص بدرجات تخصيب اليورانيوم لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع دون الوصول إلى قنبلة نووية. إيران تصر على استخدام هذا الطموح أو هذه النية كأداة تهديد لفرض شروطها على طاولة المفاوضات، والأوروبيون لا يرون ضرورة لذلك ويردون على أنهم ملتزمين بالاتفاق النووي، وأن ما حدث من أضرار اقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران لا يتحملون المسؤولية عنها، قد فعلوا ما يستطيعون لكنهم لا يمكنهم التحكم بكافة العناصر تحديدا في ظل هذا النظام العالمي المرتبط بالدولار. لذلك الرسالة واضحة من الأوروبيين باتجاه طهران: التزموا بالاتفاق النووي وإلا ستواجهون عقوبات. وهنا أيضا يحاول الأوروبيون مع هذه اللغة الخشنة أن يبقوا على المسارات الدبلوماسية في التعاون مع إيران لإبقاء الأوروبيين كوسيط مقبول لدى الإيرانيين أيضا لكي يأتوا إلى الطاولة. لكن هناك نوع من المفارقات بين الموقف الأمريكي والأوروبي، هذه المفارقات لا ترقى إلى حد التناقض، البعض يصفها بأنها منسجمة. إيران تريد الوصول إلى طاولة المفاوضات بشروط، الولايات المتحدة لا تريد أن يأتي الإيرانيون بشروط، والأوروبيين يحاولوا إشعار الإيرانيين بأن لديهم من سيساندهم على طاولة المفاوضات إذا ما أتوا إليها. فيما يتصل بالجزء النووي، يرى الأوروبيون أن هذا العمل منجز، وبأن كل الأدوات، أدوات المراقبة على الأنشطة النووية الإيرانية، تكفل عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وبالتالي لا حاجة للعودة إلى المفاوضات في هذا الشق. وإن شكرا على كل هذه التفاصيل. معلش لضيق الوقت، مراسلنا من بروكسل سلامة عطا الله.